وخلصت أجواء الإثارة اللي كنا عايشين معاها لمدة شهر بمباراة نهائية بين أسطورتين في عالم كرة القدم. ماتش امبارح من نار، فرنسا والأرجنتين زي ما شفنا المباراة كانت صعبة وقوية جدا عشان ميسي ونجوم الأرجنتين يكتبوا نهاية القصة من منطقة الجزاء وياخدوا بطولة كاس العالم، ويقدر ميسي يثبت للعالم كله أنه مش هيجي زيه تاني في التاريخ. قفل اللعبة، بجد قفل اللعبة، خد كل جوائزها الفردية والمحلية والدولية. بس احنا النهاردة عايزين نقف وقفة شوية عند منتخب فرنسا، خصوصا جيل نسختين كاس العالم 2018 ووصيف 2022 بعد خسارتهم امبارح. بجد يا جماعة قدموا بطولة كبيرة جدا وقوية، الفريق كله تأقلم وقدم اللي يقدر عليه، ومعاهم لعيب الكل بيشاور عليه وبيقول انه هيكون مستقبل الكورة بعد ميسي وكريستيانو رونالدو، هو كيليان امبابي. زي ما قلنا في الأخبار خلص البطولة وهو هدفها بثمان أهداف. بس عايزة أسأل سؤال، هو امبابي أصلا أصله فرنساوي؟ الإجابة لأ، أصله كاميروني. طيب نجمهم الثاني عثمان ديمبلي فرنساوي؟ الإجابة برضو لأ، أصله مالي. الحقيقة المنتخب الفرنسي بيضم 16 لاعب من أصول أفريقية وعربية باللي لعبوا في كاس العالم ده واللي فات، انتم متخيلين الرقم؟ يعني يعتبر الفريق كله.